العرب عاشوا فترة صعبة من حياتهم، بس عمرها ما كانت زمن حلو وزمن وحش. احنا برضو هنسترد الزمن الحلو. يعني ايه الزمن الحلو؟ زمن الطيبة، زمن الناس الكويسة، زمن الناس اللي بينها وبين بعض مصالحة مش خناقة. لازم نرجع كلنا لنفس مش هسميها الثقافة المصرية، الوعي المصري الأصيل. لازم نرجع نصطلح مع بعض كلنا. موافقين؟